واتح هشي سيبدا نجري او هوبير لوغا هادي او لوغا سي هاي او ميركل دون كداي هوغا بدل هشي سكان وهشي سيدي هوري دكتور هوبير لوغا هادي هشي سكان رونتي انا وين برمبان كشغيني بسمها سيدي هوبير دكتور لوغا سي ها ان راي لوغا يكون يلوغا ترونتي بيبان فاها دولي هيجل مشومري تاني وقت دوين تاي او هاي لعكت لوغا سي ها بغلط شي تبعتني هو هذا إن ديان سواء كم بتشوفه ولينا شيء نوع عن الكلاح أو بسمه رسمي جاء أي مدة إن مركا هني وقت وين يهيو عاصمة دي تلكين أيه شيء سواء كده أيه هم قاتلوا ها فرد تركيا يملحون دول دولتها وزير دي ذكرها هر تبرادي هر دول دولت وزير بغانا او هير فدرالا يحلواني تاترو ايام هاتي تشوبي ماركا وكواكد وين هاي انتي رجل انو بغول كي وبغول ان مشروع مشروعاني او غرقل دون واتا قرمي رجيني سان ماركا ان مشروعانو لغان قلو ما داما هو بجي انفسمت اي ان بدا كشقيني سي ان ارنتان لحرير تدكد يسيد لوك حلا هاد اسمه رب المشروع هذا واسع لا هذا واحد صعبة جيت تجي سيد لوجور لها وبيلود تجي لها طلب شيء شعور بنتي شيء ولا ما يعاوي إنجنيير تكي شغال قبل لها لا دنا عبا وما يعاويهن مركا حلا موبيليزيشن أيه هذا صعبة هشيت كوه حقاً إن أفترضني عشان شغوره إن شغادة سي فعل أهلو قبل الله وخوبيو مركا مرد شغادة فعل كاهي هو يلا قبل الله وعفتها يشان الشيء قدهو الشيء تكون ساس قدقة هايو واحد قران كرتان أو دفق قران كران إن شغوين بنا يكسي هرين ايام و ديغان كيادي عن لين ميرسا شغادة كسي عريسو ديهان لهايد محلي ده اسكتوغا ماتيريال كده كده لو دي سلاها مركه وحاسو ده مركه او شاري و ان شاء الله رجال ان قبنا و بقول شو بقول اني سيده او دقيها بالرب و بلاوت واتا الا انت يا لو قرشي مركه اني قادته وقتي ان اسمها ده كده يو هوشيده والله انت ده كده هو ده كده وين عالمه و ده كده الصومالي وين انت هذا سيد هذا قشوي هاي مركا والغي أنا وجيه يارتو لكن هذا كان دراسك هذا ما كان يستعجل هاي وش هذا هذا باللغة وحي كده ما ليس يعني نقطه ده كده صومالي أبوين مركا ما أذكر هذا وقت انت تلاقي لكن أبو بنان صدق صنوي أبو بنان صار أيام قرن شركة هان هذا هشيس كوالد قلي مامل كودي بي ده كده اسمه هذا حتى فائدون كإكليان اسمها ده كده يوق شقذا إقبانيان سياسة لوكال مارينيا إيه الشركة لما شركة والوعشيين يعني فوشيين مشروعة إن بقول كنا صدم أي لي هي شركة فرقة بقول كنا تبعات نروح عليه شركة ما رجش وخبيه وأهدف صوماليا لو نقصته مركا سياسة بيماريتي أي كوة شغينيا واتا waxaan ogeyn mar hore oo hobyo ashir ku qabteen in yabo oo jiray oo ganacsato ay balan qaadeen in ay shaqada maal gashanayaan sidee ugu soo jawaabeen yabohaas een waxa aan horta mashruuca la ka duwan yahay kii hore wixii hore dhawaa ka duwan yahay mashruuca
كان وهو ضد جماعته أول نهاية أول نشر كأها قارخود كورة أي هاي بتصحيبه أي العق على كيد جري العق معنا أوروبي العق تاتي أورسدين متخيل سنتين أقوم بكشوفتين إن شيء بيدود يقول من قلقلين يدود يفضل كها إن كلام فصحي إن ماشي بتكلم قد يفكره أنت أتمرت يدين عشر يدي اللي صعد بمية كبعدنا وحال رأي شركة دي مش لهاي أيدي واحد حشيش كده لقري مركا رنتي وحال ذكرنا مشروع على مشروع الأول تفكرا دي أول باء لقصوا لقاي ضد قبراء هي لو دي عمليهين أو إكسبرتيز أه أو دينا فرصة ما بقى يقوى دينا عشر غيابة مركا مشروع رنتي ومشروع وين وقصو كردي بالكينا أيو نغر هيا وانا فائدة ويا رنتي لما في أسد عن جيت في أفريكا قيب وين يسكو صعدك جيت في أفريكا يجرعشي جيت في أفريكا مركا مشروع وين وبالكينا قصو كردي ويا ورمنا هيدا بالكينا واب البرايو دي مصورة قلما هان ان دولدي أي كابياش دغارة ودن أيو يدسو مركا رنتي استرقان ganacsato iyo aragtida dheer oo ku saleysan inaan dawladdu aysan awoodin ka wayasho dhaqaalaha ayaa shaqootay in dhiraayo war anaga biisacbada laga dhagaado aan ka dhan dhisan wixina dadka Soomaaliyeed meel degan ayaga looga baahan yahay in kaabayaashooda dhaqaalaha ay ka shaqeeyaan marka ma ahan kaliya in aragtidaani شركة بنكلية هي عشان روسا لا سوالي ثلاثة أباهن إني 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 لبيك أسبوع إقالات ثالث عتيد وحجرة شركة اللي جب أو أما بدي أبغى أشين تي ما تقولي هذا برشة بدي أبغى أشين تي برشة بحجرة أو واحد بس وطلع على قاعدة هم يقول حيسة دي سنة دي سيا وطلع سعدي في جل سي إني دكتور كمادو وطلع سو حي هاي مشروع هم بيحنا معجزة رب غير نحن كثير ومتر بات الشعب الدولاني إن أبريان أو دسان وحو أها رنج المعجزة مالك بلكي إن ما دام أكاياش أغالو أي سندولي دي حوق الحين أما أي سندغالي نايسان إن أنا بيس عبا لو بدر جايانو أنا واحد السامو وأن دولد أولاد لغفل ديو كنت أنا لابين لوجو تابل خيار كور مري واتا وزير خلاب حر إن بدنا عادة كشقين السين تكده هو بيسيدا عشاكتي maamulka ee maalgashiga ee dadka dhobyo adigoo kamid ah ee shacabka Soomaaliyeed ee galmudu ku sid gaar ah ee in badan maqlay heshiis dadka dhobyo la xiriira la saxay hobya la dhisaya maxay taa fariinta u sheegaysid oo caaw ay ka qorayaan waxa ay u qorayaan ee shaqshaqi hobyo hobyo ay ka baxay hobyo lacag ba u taala heshiiskii ba la saxay labada dowlad goboleed ba ogolaansiyay iyo shaqadoodii ba diyaarsan een waxa suugtan waxa weeye inaad meel walba aad joogtaan aad ilaashataan oo qof waliba uu mas'uuliyadda inta uu soo aadan uu ka qaato dadkaasi maantay way dhismaysaa waxa u dhismaysaa reegalmi waxa u dhismaysaa dowladaha dariska leh waxa u dhismaysaa dowladaha dariska nala ah waxa u dhismaysaa dhamaan geeska Afrika maantay waa maalin weyn oo dadkayga iyo deegaankaygu uu horumar maareeyay ku talaabsaday runtii aad iyo aad u weyn marka aan wada ilaashanayna leenahay rajada waxa weeye 100% ka dhiga